بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بحلفة درس لو انتهى دي بعنا طاعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعتنا يا رب العالمين دي بنت عنا ورب الأطيع والرسول الأطيع لا شك إن شاء الله مع الجنة ومن أهل الصلاح إن شاء الله يوم بإذن الله عز وجل. ومن عساه دخل النار دي بقى نتهاجته ولا العسه يعني مع الإسات اللي إسات كفلت يا إنسان ملو وديت يعني إسات لقيس كمان دليل ابن رقيته من كتابنا يا رب العالمين وسنتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل سمعي وكمان دليل عقلي إلا منه من دعمت أنا أدلت من دعمت أنا كمان إن شاء الله مثل تذكرة قبي قلنا وموعدة قبي قلنا وإن شاء الله رب اللي تكبتني الحدد. ومن عساه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله سبحانه وتعالى رسول لأك قلنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله التهاجين دي بقعد أمل التحلقات لحلفيا وكلنا نأمر النبي صلى الله عليه وسلم من قريشته ودي مكة ولدا وكفى هاجر وكفى عانى ولا وحي من رب العالمين دي بمطع وأفضل خلق الله تو وإمامنا هداة ومتقين وإمام أنبياءنا أمر صلى الله عليه وسلم. وكلما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سميت محمد ذكرت من قبي إنسان سميته بطلاك من قبي وسميته فعضة من قبي والتمجس اللي دور تهلي ديب النبي قلت السلة صلى الله عليه وسلم واجبته وديب النبي ليل السلة بيلو إلا أبخل خلق الله أبخل الناس إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسلى عليه. فكلما الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا سلى عليه وصلى الله عليه وسلم. فرب العالمين رسول لا كأقلنا يعني والرسول شاهد دي ابناته إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون. الرسول لا كان أقلكم لشاهد دي بكمتو دي بأمته لأنه إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم حنا كم سلمى رب العالمين دي فرعون برضو يا أخوانا رسول لك رسول لك نبي الله موسى وفرعون عصى وأنا ربك من أعلى بيلا. فرب العالمين أخذه أخذا وبيلا يعني قوة وبال على قلوب وعذاب على ديبه. والله سبحانه وتعالى قال إن سعد من قبي لأخذ لنايو أخذ عزيز مقتدر رب العالمين قدرته قادرته ونسي قوة نسي لا قوام لا قدمين على الله سبحانه وتعالى قادرته لا تبرق الله هاك قديمنا لا مدرق قل استربنا من عستر قل إيمان قل الكفنا طير أبابيل لقى أوك فوتو وقال قل خسابنا وسروا ما ده سكت قلبي أبا ميت الله سروا ميت الله. كثير من الأشياء رب العالمين قادرته يعني قل أنتقم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعني اتبع يعني ردقنا الشرك ردقنا دي بعبادته وقلنا وحده أور قلوبنا لأنه إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أدي اللي لسه معليكم تو الله سبحانه وتعالى تعبادته أورو قل لا اشترك من غير حد يوم ملكي هلا من ملائكة لا تقرب قلو ولا نبي كمان يتعبد
ولا يعني أي شيء من رب العالمين، بلا عبادة يقولوا وحدوته أوري نتلاكى مسلم يا الله أنبل نداء مباشر للرب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعني لاستجيب قلنا، والله سبحانه وتعالى تكبت من هنا، والله سبحانه وتعالى حقو ما نعبدو حقو ما نوحدو والشرك يمود مسلو لأشياء لبعدت رب العالمين قفر قلنا وتوبت لنا يقبل لنا ولا قفر قلنا وجاوز قلنا لأنه لطيف ورحيم وكريم وعزيز وهابته الله سبحانه وتعالى كل شيء الله اللي ودي. لكن لموضوع لنا الشرك مشكلة بديبه، لأنه رب العالمين لبل إن الله لا يغفر أن يشرك لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل الشرك اللي حقونتا مثل رب الندوة ديكا ومثل رب كالآي وديكا ومثل رب بعد فرهكا كم سلا فرهدنا يا رب العالمين وناي رب ان دادم كمنا ناي بشر قدامك او قلا وديكا لا سنعد الله حقوها لدي بتنجع الكديب رجاء قيت سبهل قلت تنجى من نبكا كأقل رب العالمين ليت أقل تتوكل وقل رب العالمين ليت أقل تدعي ودي برب العالمين ليت أقل تحدي وبرب العالمين قلت إيمان ودي برب ومن رب العالمين قلت تفرح ودي بوق تتوكل وقلق توحد لضروريته. رسول صلى الله عليه وسلم لبل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قلمي من عصاه دخل بدير بيننا من أطاعه من أطاعه من أطاع من أطاع الله سبحانه وتعالى دخل الجنة ومن عصاه يا أخوان دخل النار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الأمت أمت النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمين لمؤمنين سب جنتهم جنة قلتهم إلا للنفر لنا وسل أبي للبلال. فكفى الأبي للبلال سؤال ما تأدي ومن يأبى من تجنة للأبي. قيل ومن يأبى يا رسول الله من ترى الأب جنة ترى البول الأب منتو. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عساني دخل النار. رب لا طايع إلا قبي ربيته أبعد وهرب وقيس أبو وحياتك أبو فسلة اندد بهذا الإنسان إلا قبي ربي اندد ما منه قبينا معاسي وقبينا إجرام وقبينا بدا وقبينا إكيد إلا تأبطى وديبت تنكبا وبقى اللي يقيس حدا دي بهاويت ندو كي موضع تودو وآخرتك كي تقب يقولو وآخرة جهنم والعياذ بالله. يا رب إن شاء الله يوكم كلنا رب دي بجانا جمعنا ورب اللي تكبت منينا إن شاء الله. رسول صلى الله عليه وسلم دي بقل حديث هجيا قرم وهجيا نفس لتردية وهجيا يعني قل إنسان لشجع وقل إنسان أبشرك على تبل هجيا وقل إنسان لأجر لنا إلى ترئيو وقل إنسان إن دشقا لشقا ودي ما قل له علوت وياك الله بتحوتو ما قل لركب منا تحر ورند شقا على وند ودع على لأن تجد لنا يو أجر نسي دي بالدنيا ما دشقا على أكراي نسي بمال نسي بقل نسي وبكلمة شكر ما من قدام نسي فلان لحليه وفلان مدحوه وفلان سنوه ديك لبلو فلان بارك الله ليك بارك الله فيك لبلو. الله سبحانه وتعالى هيني كلكم جنتك الآتيكم تبيلينا ولا قبي جنة إلا أتا جنة للحد انسر مطعو إلا أتا لقبي لسنيت بيلينا لكن مثل اللي قدام هلا لأبي جنة للحد قدام كفو لأبو منسل بيلو لجنة للأتب على طاعت ورب العسي وهي رب لنا الجحد وهي رب لنا الكر وهي رب لنا الأب اللي بعد الساتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ويبعدنا من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب من سب جنة لدينا ومن عذاب الأنقفنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.